تقنية ألمانية متطورة وأصحاب اختصاص من الداخل والخارج. أنت وأطباء شركاء بالصحة والجمع. جمال وأسرار. Sometimes we use digital simulation. We have a floor, 15th floor in the clinic, which is only for plastic surgery. Especially in the case of prostate cancer, if we diagnose this disease very early, we can treat him completely. دكتور كلاوس برايتر، سعيدين بلقائنا معك واهلا ومرحبا فيك، وشكرا لك على توفير هذا الوقت واتاحه هذه الفرصه حقيقه ان نلتقي معك وتخصص لنا هالوقت. ندري احنا عدد المرضى ما شاء الله والمراجعين عندكم كبير، لكن احنا نشكرك وسعيدين بلقائنا معك. It's a pleasure for me. هو شرف لي ان ارحب بكم هنا في المستشفى الخاص بي في برلين، واشكركم على هذه الفرصه حيث ستقومون بنقل صور الواقع الى مواطني الكويت التي تبين اسلوب العمل الذي اعتمده. دكتور، خلينا ننطلق معك بالبدايه ونعرف المشاهدين الكرام عدد الزيارات اللي قمت فيها الكويت بالتعاون حضرتك مع مركز الجرار الألماني التخصصي حتى لحظة، كم زيارة تقريبا؟ لم أعد أحسب عدد الزيارات، ولكن من 10 إلى 20 مرة. زيارتي الأولى كانت مدة 5 إلى 7 سنوات، ومن ثم بدأت أزور الكويت أكثر على نحو متكرر. تقريبا دكتور كل زيارة ايش كثر تقعد؟ أقيم في الكويت لمدة 5 أيام فقط، لأنه كما ترى هنا المكان كبير جدا ولا يمكنني أن أغيب لفترة أكبر لأنه لدي الكثير من المرضى. طيب شلون شفت، يعني قبل أدخل في موضوع المراجعين والمرضى أبي أشوف الجو عندنا بالكويت، شلون شفت؟ حر ألمانيا أكثر ولا الكويت حر أكثر دكتور؟ ربما عندما أزور الكويت في شهر أغسطس يكون الجو حارا، ولكن أن كافة الأماكن مجهزة بالمكيفات، ولكن يعجبني الطقس أكثر في شهري مارس وأبريل حيث يمكنني أن أذهب في الفترة المسائية إلى المجتمع المرينة للاستمتاع. دكتور خلينا ننطلق معك في موضوعنا وأسئلتنا، يعني من خلال مراجعاتك المستمرة وزياراتك المستمرة للكويت من خلال مركز الجرار الألماني التخصصي، خلينا نتعرف بداية شنو هي أغلب المشاكل اللي يعاني منها المراجع الكويتي أو المقيم عندنا بشكل عام. حيث أعمل في مركز الجار الله، يقوم دكتور الجار الله بالكثير من الجراحات تكميم المعدة، وهي عملية تصغير حجم المعدة لإنقاص الوزن، وبالتالي عندما تفقد الكثير من الوزن يتكاثر الجلد بشكل خاص على مستوى الثديين والفخذين والذراع والبطن، حيث يصبح الجلد مترهلا، ونقوم بإزالة هذا الجلد الزائد مع إعادة رسم الجسم. So I can remove all the skin surplus and shape reshape the body. دكتور زين، الشخص اللي يعاني من الترهلات في الجسم كامل يعني بعد إجراء عملية التكميم، ترهلات بالأذرع، ترهلات بالصدر، بالبطن، بالجسم كامل، هل ممكن إجراء العملية بوقت واحد؟ Generally speaking, I would never recommend this. بشكل عام لا أنصح بذلك، فيمكنك دمج مثلا عملية إزالة الجلد الزائد من البطن مع الثديين أو الذراعين مع الفخذين، لأنه إذا كان يوجد الكثير من الجلد وإذا دمجنا كافة مستويات في جراحة واحدة قد يخسر الجسم الكثير من الدماء، فالجسم بحاجة ليتأقلم على التغييرات الجديدة. This operation and this would be simply too much. مش كثر يعني كم تحتاج من الوقت يعني مثل هذه العمليات؟ هل هي على 3 مرات، 4 يعني 3 مراحل، 4 مراحل؟ It depends where. ذلك يختلف بحسب كل جسم، ولكن على الأقل عمليتين أو حتى 3 أو 4 عمليات جراحية بشكل عام. Usually 3 or 4 operations. والعملية
يعني ايش كثر تستغرق من وقت دكتور العملية الوحدة؟ If it's a so-called body lift or belt. إذا كانت عملية شد الجسم أو استئصال الشحم أي إزالة الجلد على مستوى البطن والظهر فقد يستغرق الجراحة من 4 إلى 5 ساعات أما إذا كانت عملية تصغير حجم أو شد الثديين فقد يستغرق الأمر من ساعة ونصف إلى ساعتين ولكن يختلف الأمر من مريض إلى آخر بحسب نوع الجراحة. Depends from the patient and from the type of operation. دكتور كلاوس يعني أغلب الناس تفكر في موضوع الندبات تكون موجودة بعد العملية هل فعلا تظل مع الإنسان طول عمره وطول حياته أم هي فترة من الوقت وتختفي؟ Well, it's an idea from many patients that يظن بعض المرضى أن الجراحة هي عبارة عن سحر يخفي كافة الندب ما يمكنني قوله أنه يمكن تعديل أو تصغير ندبة ما ولكن هذه الندب لا تختفي وترافق الإنسان حتى مماته It can be less visible or more visible, but you cannot make it disappear. طبعاً دكتور إحنا ما نقدر نفوت الأجواء الجميلة برا وهالجو الحلو وهالغيم والبراد فأنا بننتقل معاك روح الحديقة بروح حديقة العيادة ونكمل حوارنا إيش رأيك؟ Yeah, we have a beautiful. نعم معك حق هذا يوم خريفي جميل مشمس ومريح حيا نذهب إلى الحديقة. Let's go. دكتور اغلب الاجهزه اللي تشتغل عليها هنا في المانيا هذه العياده بعيادتك هل هي متوفره بمركز الجار الله الالماني التخصصي بالكويت نفس الاجهزه ونفس التكنيك That's very comfortable. نعم استخدم الاجهزه والمعدات نفسها التي استخدمها هنا في المانيا I use here in my OR. طيب الان المراجع دكتور لما يلتقي معك حضرتك 5 ايام وبعدين تسافر ترجع المانيا شلون يتم التواصل معك والحالة تتواصل معك ممكن يصير في مضاعفات حق الحالة ممكن الحالة حابة تستفسر عن شيء معين بعد العملية فشلون يتم التواصل معك؟ I know that's always a concern of the patient. نعم أدري بأن المرضى قد يتساءلون حول هذا الموضوع ولكن الأمر بسيط جدا فالدور 15 في العيادة مختص فقط لجراحات التجميل وهناك ممرضات مؤهلات تمتلكن الخبرة بالإضافة إلى موظفين آخرين مؤهلين لتولي مسؤولية إجراءات ما بعد الجراحة مثل تغيير الضمادات وفي حال أي سؤال يمكنهم أن يرسلوا صور لي مرفقة بالوصف والتساؤلات وسأجيب عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى ذلك هناك أخصائيين في جراحة التجميل وهم أصدقاء لي يمكنهم تولي أمر هذه التساؤلات. So that almost all the time there is some plastic surgeon around who can care for. ممتاز. الآن دكتور خلينا نتكلم على موضوع آخر مختلف وهو جهاز نقل الدهون وحضرتك أحد مخترعي أو مخترع هذا الجهاز وهو جهاز نقل الدهون. خلينا نتكلم عنه اليوم هل هو فعلًا متطور و آمن بنفس الوقت وهو جهاز نقل الدهون وكيف تتم عملية نقل الدهون يعني إذا بشكل بسيط تشرح لنا. Well, the technique or the idea that it's possible. إن تقنية أو فكرة إمكانية زرع أنسجة دهنية هي قديمة وتم اكتشافها ونشرها في ألمانيا منذ 120 سنة ولكن للقيام بهذه العملية على نطاق أوسع ولجمع كمية كبيرة من الدهون وحقنها بشكل ناجح نعم فقد ساهمت بفكرة جيدة واخترعت ما يسمى ليبو كولكتور لجمع الدهون النقية وبحالتها الجيدة مع الماء حيث نقوم بتنظيف الجسم من الدهون وإعادة حقنها من السهل استئصال الدهون من الجسم عبر شفط الدهون ولكن إذا تم استخدام أساليب خاطئة فقد تكون هذه الدهون ميتة وتكون النتيجة سيئة جدا عند إعادة حقنها وبشكل خاص عند عملية تكبير حجم الثديين فيجب الانتباه جدا إلى أن تكون الدهون نقية للحصول على نتيجة جيدة. You have to be very careful that's very pure fat and have good results, good take rates. هل ممكن نقل الدهون من شخص إلى شخص؟ لسوء الحظ هذا مستحيل عندما سأقوم بهذا الاختراع يوما ما سأصبح مليونيرا وستوقف على العمل.
يعني اغلب الناس تسال هذا السؤال يعني وتتساءل، لكن هو في النهايه مو صحيح، وحضرتك يعني تقطع هذا الامر بالتاكيد من خلال تخصصك وخبرتك، وحضرتك يعني صاحب الراي الاخير في هذا الجانب. لكن كثير من الناس تسالنا ممكن ينقل الدهن من اخوه الى اخته يعتقدون انه يصير هذا الامر، لكن انت اليوم يعني انهيت هذا الموضوع. الان في عمليه دكتور نتكلم عنها، وهي عمليه الناس اللي ترقب تعاني من او تحتاج الى تكبير الصدر، وناس تحتاج الى تصغير صدر. هل فيها صعوبه؟ وين الصعوبه في عمليه التكبير او في عمليه التصغير، وهل لها مضاعفات؟ في الواقع أن تكبير حجم الثدي من خلال حقن الدهون عملية سهلة وآمنة وليس لها أي آثار جانبية، وعندما تدخل الدهون الجسم تبقى بشكل دائم، ولكن كمية الدهون التي يمكن حقنها بجلسة واحدة محدودة، حيث يمكنك حقن ما يعادل نصف كوب من الحجم الثدي في جلسة واحدة، ويجب تكرار هذه العملية مرتين أم ثلاث. أما بالنسبة لتكبير حجم بواسطة السيليكون فيمكنك القيام بذلك خلال عملية واحدة، ولكن هذه المادة قريبة على الجسم ويمكن تبديلها بعد فترة. عادة تدوم هذه المادة الغريبة في الجسم 10 سنوات. يقول بعض الأطباء أن مادة السيليكون هذه تدوم، ولكن لسوء الحظ هذا غير صحيح، أن عملية رقبة الثدي التصغيري التي تتم بشكل حذر هي آمنة وليس لها أي آثار جانبية، ولم أصادف أي مشاكل في هذا الشأن على مدى 15 سنة من الخبرة. طيب دكتور، في أي أعمار تنصح في عملية إجراء الناس اللي حابة تزيد في أماكن معينة، تكبير حجم في أماكن معينة، تصغير حجم في أماكن معينة، من أي عمر تفضل؟ Breast reduction operation can be carried out. إن تصغير حجم الثدي قد يكون ضروريا في أعمار صغيرة، فلدى فتيات في 16 من عمرهن واللواتي يعانين من كبر حجم وثقل ثديين، وغالبا ما يحاولون إخفاءه لشعورهن بالخجل، لذا لا داعي للانتظار. أجريت هذه العملية لمريضة تبلغ 80 من العمر وكانت تعاني من ألم حاد في الظهر، لذلك لا حدود هنا. أما لتكبير حجم الثدي فيجب أن أنتظر أن تبلغ المريضة 18 من العمر على الأقل. وبالنسبة لحقن الدهون لا عمر محدد، لأنه قد تعاني مريضة ما من تفاوت على مستوى الحجم والشكل لأسباب وراثية، فيمكن إجراء العملية عند 17 من العمر. ولكن بالنسبة لزرع السيليكون فمن الضروري أن تكون المريضة قد بلغت 20 من العمر والتفكير مليا قبل اتخاذ هذا القرار. طيب دكتور، بالنسبة للمرأة الحامل، هل تفضل إجراء لها عملية مثلا إزالة الدهون أو إضافة الدهون، وضع السيليكون بعد الولادة أثناء الحمل، أم تتوقف عن الحمل نهائيا حتى يتم إجراء لها مثل هذه العمليات؟ يعني كثير من النساء اللي يشاهدون يتابعونا حابة تعمل مثل هذه العمليات بعد الولادة، هل في ضرر إذا هي حامل تعمل هذه العمليات، أم فعلا بعد الولادة تعمل العملية ما في مشكلة تحمل مرة ثانية؟ In the first 3 months of pregnancy. خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل قد يتعرض الطفل في بطن أمه إلى بعض الأضرار، وقد يتأذى إذا كان الجسم يحتوي على كمية عالية من الأدوية. عادة هذه العمليات ليست طارئة. بالطبع إذا كانت المريضة تعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية سواء كانت حامل أم لا يجب استئصال، ولكن ننصح في الانتظار للقيام بأي عمليات أخرى مثل زرع السيليكون. With silicone implants or something, you can wait right after it. It's recommendable. حلو. دكتور، احنا سعدنا بلقائنا معك، وشكرا لك مرة ثانية على إتاحة هذه الفرصة وعمل هذا اللقاء، وسعدنا جدا بتواجدنا بهذا المكان الجميل. احنا نسأل السلامة للجميع، ولكن هذا دكتورنا اللي متواجد معنا هنا في ألمانيا، احنا حاليا في برلين، وأيضا متواجد في الكويت عندنا بشكل مستمر بمركز الجار الله الألماني التخصصي. فشكرا لك مرة ثانية، وإذا حضرتك حاب تقدم أي نصيحة لكل من يتابعنا ويشاهدنا في هذا العالم، عالم التجميل وعالم الدهون وعالم السيليكون وغيره، فشنو حاب تقدم لهم النصيحة؟ نصيحتي لكم هي التفكير مليا قبل اتخاذ القرار بالقيام بأي عملية جراحية، والتفكير بالنتائج، وكونوا على ثقة بأنني سأنصحكم بالقيام بما هو آمن ومفيد لكم.
شكرا دكتور على استقبالك، شكرا على إتاحة هذه الفرصة لنا نلتقي معك ونجري هذا الحوار. نتمنى المشاهد الكريم أن يستفاد من هذا اللقاء، ووصلتم يعني الإجابات الشافية والوافية والكافية في هذا الأمر. نتمنى السلام للجميع. ودكتور في ختام هذا اللقاء، إذا حاب من كلمة أخيرة أو نصيحة توجهها لكل اللي تابعنا ويشاهدنا. Thank you very much for your visit here and coming to see my place. شكرا لزيارتكم لي هنا في ألمانيا، ولأنكم ستنقلون صورة حقيقة عملي هنا، وللتأكيد على أنني من دون شك أستخدم في الكويت في مركز الجار الله التقنيات والإجراءات نفسها التي اعتمدها هنا مع تطبيق المستوى نفسه من معايير السلامة. تشرفت بمعرفتك. Thank you دكتور، nice to meet you. Thank you. شكرا جزيلا. دكتور بيتر، رجعنا بعد الفاصل ومع مشاهدينا والمهتمين بعالم تجميل الأنف. عندنا يعني هوس في هذا الموضوع من النساء والرجال الأمانة، لكن اليوم حضرتك أيضا متخصص في هذا الجانب، وحضرتك متواجد بشكل دائم ومستمر بمركز الجراء الألماني التخصصي. خلينا نتكلم في عالم تجميل الأنف. دكتور، كم حالة، ما بقول بالسنة، خلينا نقول بالشهر، كم حالة تمر عليك تجميل أنف بالشهر؟ Okay. I think at this time it'll be about حوالي 10 إلى 15 مريض في الشهر يزورون العيادة للاستشارة حول عملية تجميل الأنف. هناك من سبق وخضعوا لعملية تجميل ولم تعجبهم النتيجة، وهنا يمكن التحدي. وهناك من يطلب استشارة لعملية تجميل لأول مرة، لكن بشكل عام 10 مرضى في الشهر. But primary rhinoplasties will be about like 10, maybe 10 a month. أكثر المراجعين دكتور للأمانة هم من الرجال أم من النساء؟ We have both. We have... لدينا مرضى من الجنسين، حوالي 30% من فئة الرجال و 70% من فئة النساء. 70% female patients. دكتور، الآن بالنسبة لتجميل الأنف، يتابعونا ويشاهدونا يعني يقولون لك يعني ناس تقول من 15 سنة، من 10 سنوات، حضرتك اليوم معانا متواجد، فنبي نحسم هذا الموضوع. من أي عمر، هل هناك يعني قاعدة طبية ان من هذا العمر نستطيع ان نعمل عملية تجميل الأنف؟ Well, a nose, cosmetic nose surgery. بشكل عام يجب تأجيل جراحة الأنف التجميلية إلى أن ينمو الأنف بشكل كامل، أي عند سن البلوغ، حيث يكون المريض قد بلغ 17 أو 18 من العمر على الأقل. أما في الحالات التي تأثر فيها وظيفة الأنف، فيجوز إجراء جراحة الأنف لدى الأطفال، مثل عندما يكون هناك تشوه الشكل بعد جراحة الفلح وغيره، بحيث يصبح من الضروري إجراء العملية كي ينمو الأنف بشكل صحيح. ولكن بشكل عام أنصح بالانتظار بعد بلوغ المريض 17 و18 من العمر. أغلب المشاكل اللي يعاني منها الناس دكتور في اللي يلجؤوا لك في عملية الأنف، The most frequently encountered problem. إن أغلبية الحالات التي أصادفها هي مشاكل التشوه في شكل الأنف، والتي غالبا ما تكون نتيجة لخصائص في تشكيل الأنف. أما حدبة أو سقف الأنف واسع جدا، أو فتحات الأنف كبيرة الحجم. ولكن هناك أيضا حالات الصعوبة في التنفس، وهي سبب إضافي لإجراء العملية. أما بالنسبة للتأمين فهو يغطي الجزء الوظيفي، أما الجزء التجميلي فيكون على حساب المريض. دكتور، أبي تعليقك على هذا الموضوع. يعني أغلب الآن الناس الأنف كله يتشابه، هل هذه مشكلة؟ هل هذا شيء إيجابي؟ في الواقع هناك اختلافات على مستوى خصائص تشكيل الأنف وشكله، وذلك نتيجة لأسباب عرقية وأشكال الأنف المختلفة، بالطبع بفضل أولمة الثقافة من خلال الوسائل الإعلامية. قد يستهدف الناس أشكال موحد للأنف، برأيي هذا لا يعني بالضرورة الجمال. أنا أشجع على تغيير أي تشوهات فاضحة في الشكل كي يصبح الأنف متناسقا، ولكن لست مع تغيير خصائص الأنف العرقية إذا سيبدو الوجه غريبا. نعم. But you should not destroy the ethnic characteristics of a face because that will look weird. طيب، اللي تزورك دكتور أو اللي يزورك يطلب إنه يكون خشمه مثل هالصورة، صورة عالمية يبي نفس الخشم هذا، هل تقوم بإجراء العملية له، تنفذها، تنصح أن هذا ما ينفع لك، الأفضل لك كذا؟
أم ترفض إجراء العملية؟ لا، إذا أصر المريض على هذا الأنف شبيه لهذه الممثلة مثلاً. Well, it is. You cannot buy. لا يمكنك أن تشتري أنفاً كما تشتري جاكيت. هذا أمر مختلف. أحاول أن أفهم ما يريده المريض وأحاول أن أشرح له ما يمكن فعله على ضوء النتيجة المحتملة التي يمكن التوصل إليها. فلا يمكن عمل كل شيء على كل أنف، هذا أمر مستحيل. لا يمكن الحصول على صورة موحدة لكل أنف، وذلك بسبب طبيعة الأنف التشريحية، مثلا سماكة البشر أو سقف الأنف أو شكل العظام. فهذه الخصائص تلزم الطبيب بحدود ما يمكن فعله، وهذا هو الجزء الأول. أما الجزء الثاني فهو أنني لا أنصح بالحصول على أنف موحد لكل وجه، فلا يمكن القيام بذلك بدون إلحاق الضرر بمعالم الوجه الأخرى. لذا أحاول فهم ما يريده المريض واستعين بقاعدة البيانات التي أحتفظ بها لصور من المرضى الذي خضعوا لعملية جراحية قبل وبعد العملية، وأحاول أن أجد الحالة الأقرب لحالة المريض وأشرح له بأنه سيحصل على نتيجة مشابهة لهذه الصورة. وأحيانا قد لا يرغب المريض بهذا الحل، لربما لا يرغب بمعرفة هذا النوع من التفاصيل، فيستشير جراح آخر فلن أتمكن من مساعدته. نعم دكتور بيتر، أهمية تعاون المريض مع الطبيب المعالج، أهمية تعاونهم مع البعض البعض سواء قبل العملية أو بعد العملية. It is very important because. نعم بالطبع، إنه أمر مهم جدا، وكما أشرت سابقا تتمحور العملية الجراحية حول توقعات المريض، حيث نبذل جهدنا لتحقيق التغيرات التي يرغب بها. وإذا كان المريض مقتنعا بالنتائج فيكون التفاهم أفضل بين الطبيب والمريض. فيجب على المريض أن يفهم قبل إجراء العملية ما هي النتيجة التي سيحصل عليها، وهذا أمر مهم جدا. وأحيانا نستخدم التقنية الرقمية حيث نقوم بالتعاون مع المريض بإجراء التغييرات التي يرغب فيها على الكمبيوتر، فيما نشرح له ما يمكن ولا يمكن فعله. ولكن هذه مسألة دقيقة أيضا، لأن المريض قد يسيء فهم هذه التقنية بحيث يفكر بأن الطبيب سيطبق التغيرات نفسها التي قام بها بواسطة الكمبيوتر في الواقع، ولكن هناك فرق، فلا يوجد ما يضمن تحقيق نتائج الكمبيوتر هذه من خلال إجراء العملية في الواقع لوجهك. لذلك يجب فهم ذلك. نعم. هل هذا النظام الطبي المتكامل متوفر بمركز الجار الله الألماني التخصصي؟ بمعنى أن اللي يتابعنا ويشاهدنا الآن، هل هو محتاج أنه يسافر إلى ألمانيا حتى يجري عملية تجميل الأنف، أم ممكن زيارة حضرتك بمركز الجراح الألماني التخصصي وممكن إجراء كل ما تفضلت به من نصائح ومن إجراء عمليات؟ Well, I think we have everything that is. تتوفر لدينا كافة المعدات والتقنيات الحديثة في عيادة الجار الله الألماني في الكويت، فلا داعي للسفر إلى ألمانيا إلا في حالات معينة، مثلا إعادة هيكلة الأنف بعد حادث أو صدمة في مرحلة متوسطة، أو في حالة الجراحة على مستوى الوجه والفكين، وهذا أمر مختلف. ولكن أعتقد بأن عيادة الجار الله مجهزة لتقديم كافة التسهيلات للحصول على نتيجة جيدة. دكتور بيتر، شكرا جزيلا على إتاحة هذا الوقت وإتاحة هذه الفرصة لعمل هذا اللقاء الكريم مع حضرتك. تشرفت جدا باللقاء معك. إذا حاب نصيحة أو كلمة توجهها لكل من يشاهدنا ويتابعنا. أشكركم لأنكم قمتم بزيارتي هنا، زوروني في الكويت، تشرفت بمعرفتك. Nice to meet you دكتور. Nice to meet you too. سعدنا مشاهدينا، نلتقي بألمانيا ببرلين تحديدا مع البروفيسور باول فابريسيوس، وهو رئيس قسم واستشاري الجراحة والمسالك البولية والتناسلية والكلى بمركز الجار الله الألماني التخصصي. أهلا ومرحبا بك بروفيسور باول، وسعيد بلقائي معك. مرحبا مستر راشد. دكتور، خلينا نتكلم الآن في موضوع الحصوات. كثير من الناس يعاني من الحصوات في المسالك البولية والكلى وغيره. خلنا نتعرف في البداية على الحصوات. شنو هذه الحصوات بالضبط وشنو أسباب تكوينها؟ إن الحصى في المسالك البولية مرض شائع جدا في الكويت. هناك نسبة 7 إلى 8% من الأشخاص الذين يعانون منه،
بينما في ألمانيا هناك 4% فقط، فهو شبيه بمرض السكري في أغلب الأحيان المعروف بمرض النقص، وأحيانا لا نعرف السبب وراء وجود هذه الحصى، فقد نربط هذا المرض بنوعية الطعام والمشروبات التي تدخل جسم الإنسان، ولكن هناك أمراض أخرى تؤدي إلى ظهور الحصى مثل التغيير في التمثيل الغذائي وتغيرات أيضا على صعيد الكلية نفسها، وهذه كلها قد تكون سببا لظهور الحصى. والحصى هي عبارة عن عوارض تظهر نتيجة لمرض ما، ونحن كأخصائيين مسالك البولية يجب أن نعالج هذه العوارض وأسبابها. We should treat the symptom and we should treat the cause of the stone. أنواع هذه الحصوات بروفيسور، هل لها أنواع؟ Yes, the stones. غالبا ما يرتبط ظهور الحصى بالكالسيوم والأكسولات، وقد تظهر أيضا بعد التعرض للالتهاب ما مع الانتريت والأكسولات والفوسفات. نعم هناك أنواع من الحصى. Yes, the continue of stones are very different. بروفيسور باولا، الآن خلينا نتكلم على موضوع الناس اللي عندها حصوة لكن يخاف من العملية الجراحية. هل اليوم تطور العلم ابتكر أجهزة حديثة متطورة ومتوفرة بمركز الجراحة الألماني التخصصي وهو عملية إزالة هذه الحصوة؟ As a first of all, 90% of all stones we develop. في بادئ الأمر أن 90% من الحصى في جسم الإنسان تظهر بشكل عفوي، وهناك من يعاني من الألم فنعالجه بالمسكنات وهي فقط 10%، ويجب إزالتها بالطبع. اليوم نستخدم أسلوب يسمى بجراحة طفيفة الدغل من خلال إجراءات تنظيرية. غالبا ما يظن الناس بأنها جراحة، ولكن هو أمر غير صحيح أنها ليست جراحة. فمن خلال الجراحة التنظيرية نقوم بإزالة الحصى، وبعدها نضع دعامة في الداخل لبضعة أيام، ويمكننا إزالة الحصى من الخارج فقط باستخدام الأسلوب الذي يعرف بتفتيت الحصات بموجات صادمة من خارج الجسم، كما نستخدم أحيانا الليزر أيضا، وهذه كلها أساليب خارجية لا نستخدم فيها أداة السكين، فنحن لا نشرح الجسد ولا يوجد جرح كبير. وعادة نطبق هذه الأساليب أيضا في الكويت، ونعرض خدماتنا في العيادات الكويتية الألمانية. Kuwait and we offered it also in the Kuwaiti German specialized clinic. بروفيسور باول، هل ممكن تعود الحصوة مرة أخرى للشخص بعد إزالته؟ Unfortunately, yes. لسوء الحظ نعم، هناك 20% من المرضى الذي تعودهم هذه الحصى، فنحن ننصحهم بتناول المزيد من السوائل وزيادة الحركة وتغيير نوع الطعام، ولكن في أغلبية الأحيان لا يمكننا تجنبها، فهذه الحصى تعود 20% من المرضى. إضافة إلى ذلك، إن الحصى أيضا تنتج عن التوتر، فهو أيضا يعرف في مرض العمل، فإن الأشخاص الذين يعملون يعانون من الحصى بنسبة أكبر من الأشخاص المتواجدون في بيوتهم. بروفيسور، هل في علامات أولية للحصوة؟ الإنسان اللي ما في شيء، ما يعاني من أي شيء، لكن قد يكون معه حصوة وهو محس فيها، هل لها علامات الحصوة؟ We don't know whether a stone is growing up in a patient. لا نعلم ما إذا هناك حصى في جسم الإنسان، فإذا لم يتألم الشخص لن يستشير طبيبا. أما إذا أراد أن يجري الفحوصات فنحن نقوم بمراقبة البول ونجري السونار، وإذا لاحظنا أي تغيرات في البول أو في السونار قد يكون السبب وجود الحصى. وإذا تبين بأن حجم الحصى أكثر من 3 ملم نجري أشعة مقطعية لفحص أكثر دقة، وعليه نؤكد على وجود الحصى ونقرر ما إذا يجب المباشرة بالعلاج أو لا. We can decide whether we should treat or not. طيب بروفيسور، كيف الإنسان يقي نفسه من هذه الحصوات؟ يعني هل هو من خلال استعمال الماء بشكل مستمر، الماء البارد أو الماء الدافي، السوائل يكون دائما يستخدمها بشكل دائم صباحا ومساء وبالليل، الألبان وغيره، هل في وقاية معينة ومحددة أن الإنسان يقدر يقي نفسه أنه ما يتعرض لهذه الحصوات؟ Yes, there are possibilities to avoid to get a new stone. نعم، هناك تدابير يمكن اتباعها لتجنب هذه الحصى. أولاً، شرب الماء باستمرار،
ويجب مقارنة نسبة الماء الضرورية لكل إنسان بحسب وزن الجسم. مثلا إذا كان وزنك 100 كيلوغرام يجب أن تشرب أكثر ولديك فقط 50 كيلوغرام، ويجب حساب وزنك ب30 لتحصل على كمية الماء التي يجب أن تشربها خلال 24 ساعة. مثلا إذا وزنك من 70 إلى 80 كيلوغرام يجب أن تشرب معدل لترين من الماء خلال 24 ساعة. ثانيا يجب تجنب التوتر، فهو السبب الرئيسي وراء وجود الحصل. نعم لا يمكنني التغيير، لا يمكنكم الحصول على الكثير من العطل، ولكن يجب أن تحاولوا. ثانيا يجب زيادة الحركة. المشكلة التي تعانون منها في الكويت هي المناخ الحار جدا، ولذا لا يمكنكم المشي في الخارج، فتجلسون في مكاتبكم وسياراتكم ومنازلكم، ولكن لديكم مجمعات تجارية ضخمة يمكنكم التحرك وحتى الركض فيها. رابعا يجب الانتباه لنوعية الأكل، فإذا كان مريضا ما يعاني من نوع معين من الحصى يجب أن يتجنب أنواع معينة من الطعام، ويجب مناقشة كل هذه الأمور مع كل مريض بحسب الحالة، وبالتالي من المحتمل ألا تعود هذه الحصى مرة أخرى. بروفيسور، انت تعرف تماما المجتمع الكويتي يعني لا يستغني عن الشاي والقهوة من الصبح لليل، شاي وقهوة، هل هذه لها تأثير؟ No. To drink tea is... كلا، ان شرب الشاي صحي خاصة في الكويت، ونعم يجب الحذر من شرب القهوة بكثرة إذا يؤثر ذلك في مستوى ضغط الدم، ولكن بشكل عام ان الشاي والقهوة سواء الوقت تساعد على تجنب الحصى. من هم أكثر عرضة إلى الحصوة بالمسالك البولية بروفيسور؟ هل هم مرضى السكر والضغط؟ هل ممكن أي إنسان يتعرض لها؟ من أكثر ناس متعرضين للحصوة؟ إن تواجد الحصى لدى الإنسان ليس شبيها بمرض السكري، بل هو مرتبط بوزن الجسم، وكلما زاد وزن الجسم كلما زاد احتمال وجود الحصى، وهذا يعني أن الطعام يؤثر بشكل أساسي في هذه المشكلة. الطعام، يعني تركز بروفيسور على الطعام، مشكلة في الطعام، يعني الكويت كلها عيش يأكلون عيوش، يعني هل المشكلة في العيش اللي يأكلونه، المشكلة في الخبز، المشكلة في شنو بالضبط، ولا الأكل فاست فود يعني؟ Indeed, you have in Kuwait a lot of people they have too much. بالطبع هناك نسبة مرتفعة من الأشخاص الذين يعانون من الزيادة في الوزن في الكويت، وذلك نتيجة لعاملين هما الطعام وقلة الحركة. مثلا إذا تناولت الكثير من الأرز أو الخبز فأنت تخزن الكثير من الوحدات الحرارية، ولكن أيضا المزج في نوعية الطعام. ولكن العامل الأخطر هو الوجبات السريعة لما تحتويه من زيوت ودهون ووحدات حرارية سيئة، لذا يجب التركيز أكثر على تناول الخضار والانتباه على نوعية الزيت ونوعية الطعام، والحل الأنسب هو الطبخ في المنزل وتجنب الوجبات السريعة وزيادة الحركة. And the best way is cook at home. Go yeah. not in the fast food. This will be very good for your body weight and move enough. بروفيسور، هل ممكن الأطفال أيضا يتعرضون للحصوة؟ Indeed, we have also children with stones. نعم بالطبع، قد يعاني بعض الأطفال من الحصى، ولكن هو أمر نادر، وفي هذا العمر لا يكون وجود الحصى مرتبطا بنوعية الطعام والشراب، بل هو منسوب إلى مشاكل وأمراض في التمثيل الغذائي، وهذه الحصى تكون من النوع خاص لا نلاحظها لدى البالغين. Never seen in adult people. بروفيسور باول، سعدت بلقائي معك، وشكرا على هذه النصائح اللي حضرتك تقدمت فيها لكل من يشاهدنا ويتابعنا. إذا في من نصيحة حاب تقدمها فيما يخص الحصوة في هذا الجانب، أتمنى توجه الرسالة لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر تلفزيون الرأي. Thank you very much. Also,
that you have time for me, that we can. شكرا لكم للوقت الذي خصصتموه لي لمناقشة هذه الأمور، وانصح مواطني دولة الكويت بإجراء الفحوصات الضرورية على الأقل مرة في السنة. كما يهتمون بفحص سياراتهم، أنصحهم بزيارة عيادة الجار الله في ألمانيا لفحص البول وإجراء السونار والتأكد من عدم وجود الحصى في الكلى ومناقشة أي إجراءات مستقبلية ضرورية. مركز الجار الله الألماني التخصصي موجودة كل التحاليل وكل المختبرات وكل الأجهزة اللي يحتاجها الشخص، يعني ما له داعي أنه يسافر ألمانيا. Indeed, we have. نعم بالطبع، لدينا كافة الأجهزة والمعدات الضرورية هنا في الكويت في عياداتنا المختصة لإجراء هذه الفحوصات، حيث نقدم العلاجات نفسها كما في ألمانيا، فليس من الضرورة تكبد العناء للسفر خلال ساعات طويلة إلى ألمانيا والإقامة لفترة طويلة في الفنادق للقيام بهذه الفحوصات الطبية. The same in Kuwait. Thank you, Professor Bob. Thank you. Thank you very much. Thank you. شكرا. بروفيسور باول، خلينا نتكلم الآن عن موضوع آخر ومختلف وأيضا هي مشكلة بنفس الوقت، وحضرتك يعني متخصص في هذا الجانب وتقدر تحدد يعني مدى هذه المشكلة، هل هي مشكلة كبيرة أو مشكلة بسيطة، هل هي في زيادة أم هي في نقصان، وهي عملية الانتصاب عند الرجال والعجز الجنسي اليوم، وهو سؤالي كالتالي: هل فعلا هناك مشكلة عند الرجال وهي والمشكلة بزيادة أم بنقصان في عملية الانتصاب عند الرجال والعجز الجنسي؟ You ask me about the problems of the so-called. سألتني عن المشكلة التي تعرف بعدم القدرة على الانتصاب، وذلك يعني أن هناك مشكلة في الانتصاب، أليس كذلك؟ أحيانا نصادف هذه المشكلة لدى الشباب، ولكن نادرا ما نرى ذلك. يمكننا دائما أن نفحص ونشخص مشكلة تشريحية، ولكن في أغلب الأحيان تكون عملية الانتصاب جيدة لغاية بلوغ الرجل 40 أو 50 أو 60 من العمر، وبعد ذلك نبدأ بملاحظة مشاكل على مستوى الانتصاب، وذلك نتيجة لأسباب عدة. السبب الرئيسي هو مرض السكري. لسوء الحظ يبدأ نشاط الأوعية بالتراجع وتصبح عملية إمدادات الدم داخل الغضيب سيئة. أما السبب الثاني فهو التدخين. إذا كنت تدخن ستعاني من هذه المشكلة أيضا. نحن نحاول أن نعالج هاتين المشكلتين الرئيسيتين. أولا نفحص الأوعية، ويمكننا القيام بذلك في عيادة الجار الله الألماني قسم الأمراض المسالك البولية، حيث تتوفر لدينا الأجهزة المناسبة كي نراقب المشكلة بشكل أوضح. ثم نتناقش مع المريض إمكانية البدء بعلاج طبي من شأنه أن يحسن عملية إمدادات الدم داخل الغضيب ويجعل الأوعية تعمل بشكل أفضل. أما إذا ما زالت المشكلة قائمة، يمكننا اللجوء إلى حل العملية الجراحية، والعملية الجراحية الأساسية في هذه الحالة هي زراعة الغضيب الاصطناعي، ويمكن أن نقوم بها في الكويت. So-called penile prosthesis. نعم. We do it also in Kuwait. نعم. بروفيسور، يعني هل أيضا العادة السرية لها علاقة بالعجز بالضعف الجنسي أو العجز الجنسي وعدم الانتصاب وغيره؟ The so-called masturbation is. إن العادة السرية ليست خطيرة ولا تحدث أي تغيرات. ومنذ مئات السنوات من الممكن أننا اعتقدنا ذلك، ولكن ما توصلنا إليه اليوم أن العادة السرية لا تؤثر في هذه المشكلة. This is no influence in this area, in this field. بروفيسور، كل سؤال سألته تقريبا حضرتك دائما تربط التدخين. هو التدخين مضر بالتأكيد، وأتفق والكل أعتقد يتفق معك في هذا الموضوع ولا خلاف عليه، لكن هذا يأخذني إلى موضوع موضوع حساس جدا، وهو موضوع بروستاتا. بروستاتا يعني كثير من الناس ما يعرف ان هناك فحص مبكر لهذا الموضوع، او يجب ان يكون له فحص مبكر، ما هي مضاعفات بروستاتا اذا الانسان تركها. خلينا نتكلم اليوم عن البروستاتا دكتور. اليوم النسبه ايضا الامراض بازدياد، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يشافي الكل، ولكن تحديدا البروستاتا اليوم نتكلم عنها. خلينا نتكلم تحديدا عندنا بالكويت،
هل هي مرتفعة؟ سؤالي، هل الناس عندنا بالكويت قاعدة تعاني بشكل كبير من مرض البروستاتا؟ The prostate is a small gland, about 20 grams if someone is. إن البروستات عبارة عن غدة صغيرة حجمها 20 جرام تقريباً. إذا كان الشخص في 20 من العمر وفي هذا العمر تكون البروستات مهمة جداً لنوعية البذرة. أما إذا كانت البروستات سيئة فستكون نوعية البذور سيئة. وإذا كنت تعاني من مشكلة في البروستات في هذا العمر، يعني أنك تعاني من التهاب في البروستات، وهي مشكلة يعاني منها الشباب. أما لدى الرجل في 40 من العمر فنلاحظ حجم البروستات يزداد أكثر فأكثر. إن هذه المشكلة ليست شائعة كثيرا في الكويت بعكس الدول الأوروبية حيث تنتشر هذه المشكلة، وهذا نتيجة لنوعية الطعام وما إلى ذلك. تضخم حجم البروستات من الممكن أنك تعاني من مشكلة في المثانة البولية. والمشكلة الثالثة أنه من الممكن أن يظهر مرض السرطان في البروستات، وهذا المرض منتشر جدا في العالم، ويمكننا إجراء فحوصات دم تسمى بمستوى المستضد البروستاتي النوعي، ويمكن إجراء هذه الفحوصات في الكويت للرجال الذين تجاوزوا 50 من العمر. وإذا لاحظنا ارتفاع في مستوى المستضد البروستاتي النوعي ولاحظنا تغيرات في نتيجة فحص البروستات وبشكل خاص في السونار والتصوير بالرنين المغناطيسي، هذا يعني باحتمال وجود مرض السرطان، فنطلب أخذ خزعة بالإضافة إلى تطبيق المزيد من الإجراءات العلاجية. وهذه هي مشكلة البروستات لدى الإنسان بشكل عام. أما البروستات كغدة فهي لا تؤثر في الرجولية، فإن الرجولية والانتصاب أمر آخر. The prostate as an gland has no influence of the potency. The potency and the erection is a different story. بروفيسور، يعني الآن اللي فهمته من حضرتك إنه هل إحنا مقبلين على مشكلة عندنا بالكويت في موضوع البروستاتا، في مشكلة كبيرة مقبلين عليها يجب أن تتحرك عليها على مستوى وزارة الصحة؟ So far as I know from the Ministry of Health. على حد علمي تعمل وزارة الصحة في الكويت على تنظيم بعض الحملات لفحص الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 أو 50 و70 لفحص ما إذا هناك احتمال ظهور مرض السرطان في البروستات. وأعتقد بأن تم تنظيم هذه الحملة منذ سنة في الكويت وكنت عضو فيها، كما أعتقد أنه يتم تنظيم مثل هذه الحملات أيضا في أوروبا وألمانيا، وهذا أمر جيد. فمن الضروري جدا أن ننتبه لهذه المسألة في المستقبل. والمشكلة التي تعرف بالالتهاب للبروستات هي لا تستدعي اتخاذ إجراءات خاصة، فنحن يمكننا أن نتجنب التعرض للالتهاب للبروستات. بالطبع لدينا الكثير من المرضى في عيادة الجار الله الألماني يعانون من هذه المشكلة. بمعنى آخر، هذا الأمر لا يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الصحة. نعم. بروفيسور، الآن اللي يعاني من البروستاتا أو من سرطان البروستاتا، سؤالي الآن، زارك شخص بالعيادة وحضرتك تبلغ تقول له أنت معاك سرطان بروستاتا، راح يخاف من العملية أو ممكن يقدم على العملية؟ السؤال كالتالي، هل إنه ممكن ترجع أيضا أو يرجع مرة ثانية سرطان البروستاتا في حالة إزالته؟ Always. In the case that a patient has a cancer. في حال تبين بأن مريضا ما يعاني من مرض السرطان ليس فقط على مستوى البروستات، من الممكن في الكلية أو المثانة البولية، فهذه أخبار سيئة بالطبع للمريض. لذا يجب علينا نحن الأطباء التعامل بحذر مع هذا النوع وبشكل خاص عند مناقشته مع جميع أفراد العائلة. أحيانا يجب مناقشة هذه المعلومات بشكل ودي وذلك مراعاة لشعور المريض أثناء تلقي هذه الأخبار السيئة، وذلك لأنه يجب ألا يفقد الأمل بأنه يمكن معالجته وشفائه، وبشكل خاص في حالة مرض سرطان البروستات. إذا قمنا بتشخيص هذا المرض في وقت مبكر يمكننا شفاء المريض بشكل كامل بحيث يصبح المريض سليما ومتعافى بعد العلاج. ولكن النقطة الأهم هي أن نكتشف هذا المرض في وقت مبكر
جدا. ورجوعا إلى سؤالك الآخر، يجب تشخيص مرض سرطان في وقت مبكر وتنظيم الحملات للتأكد من احتمال تطور هذا النوع من المرض. وإذا عالجنا هذا المرض في مراحل الأولى والمبكرة، لن يعاود المريض مرة أخرى. You should do campaign to check patients and see whether there is developing such a problem or not. And if we treat him early, the tumor will never come back. بروفيسور باول، سعد جدا بلقائي معك، وقضينا وقت جدا جميل مع حضرتك، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة بعمل هذا الحوار، ونحن نعلم مدى التزاماتك مع مراجعينك. موفقين بما تقومون له وتقدمونه من خدمة للبشرية الأمانة في هذا المجال. وأيضا احنا محظوظين بالكويت بحضرتك انك انت تكون متواجد وترأس هذا القسم بمركز الجرى الألماني التخصصي. ولكن ختاما مع حضرتك، شنو النصيحة اللي حاب تقدمها للمشاهد في هذا المجال وفي هذا التخصص؟ هذا واحد بالنسبة للنصيحة. اثنين، إذا حاب بالختام، خصوصا الناس اللي تخاف من عمل الفحوصات الأولية، إنسان ما يعاني من شيء لكن يخاف أنه يعمل فحوصات أولية، فحوصات وقائية، حتى لا يكتشف أن هناك فيه مشكلة، ولذلك هو يفضل الصمت في هذا الجانب. ماذا أيضا تقدم له من نصيحة؟ Since 15 years I'm a visiting professor in Kuwait. أنا أزور الكويت منذ 15 عاماً، وأيضاً أرى الكثير من المرضى، وقد أتيحت لي الفرص للظهور عبر التلفاز حيث قدمت نصائح في هذا المجال، مثلاً في شهر رمضان الكريم. وكأخصائي مسالك بولية، أنصح المرضى بتناول كثير من السوائل في المناطق الحارة وخلال الجو الحار. وإذا لاحظ أي شخص بأي مشكلة في البول، أو إذا لاحظ وجود دم، يجب أن يستشير أخصائي مسالك بولية سواء في عائلتنا أم في أماكن أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة. وفي حال وجود أي مشكلة على هذا المستوى، يجب عدم إهمال المسألة، بل يجب استشارة طبيب مختص في أسرع وقت ممكن. ونحن في عيادة الجارة الألماني نرغب في تقديم العلاجات الألمانية في الكويت. Would like to offer German medicine in Kuwait. بروفيسور باول، سعدنا بلقائنا معك مرة أخرى، وكل الشكر لك. إذا حاب من كلمة توجهها لكل من يشاهدنا ويتابعنا عبر تلفزيون الرأي وبرنامج كلينيك. Thank you very much to you. It's very nice that you visited. شكرا لكم، شكرا على زيارتكم لي في عيادتي في برلين، وأحييكم على هذه الشجاعة بحضوركم هنا بهدف جمع المعلومات حول العلاجات والصحة بشكل عام لإفادة مواطني الكويت. وبصفتي طبيب أيضا أشكركم مجددا على هذه الخطوة المهمة. That you did this for us as a doctor. Thank you, Professor Bao. Nice to meet you. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نتمنى أن وصلت الرسالة ووصلت النصيحة. في النهاية أنت طبيب نفسك في هذا الموضوع. تصبحون على أمن وأمان وصحة في الأبدان يا رب، دوم إن شاء الله. يا أمان.